إلى ذلك طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بمرجعية واضحة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ووضع سقوف زمنية لها. يجب أن يكون هناك طرف ثالث أن يشارك في هذه العملية التفاوضية، لا يجب أن تبقى المفاوضات ما بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي. ثانيا، يجب أن تكون هناك مرجعية للمفاوضات، هذه المرجعية يجب أن تكون مرجعية واضحة، دولتين حدود عام 67، القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، الغربية عاصمة لدولة إسرائيل، وهكذا. يجب أن يكون هناك سقف زمني محدد لهذه العملية التفاوضية، لا نستطيع ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى هذه العملية التفاوضية مفتوحة زمنيا إلى ما لا نهاية. وأخيرا، يجب أن يكون هناك هدف نهائي لهذه العملية التفاوضية. ما هو هذا الهدف؟ الهدف هو إقامة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حل الدولتين التي يمكن أن تعيش بسلام وأمن بجوار دولة إسرائيل.